الحشيش ممنوع والخمرة مش ممنوعة. طب ليه؟ ده بيصدر المخ ودي بتلطش المخ. ليه السينما مبقتش زي زمان في مصر تحديدا؟ ليه الذوق العام نزل لتحت؟ الأفلام بقت كلها هبطة، كلها أي كلام. حتى يوم ما بنقلد بره الحاجات بتاعت ديزني ومارفل والكلام ده نعملها زي الزفت، ودول شايفين نتيجة. لدرجة أصلا الأفلام دي ما بقتش تعجب الأطفال الصغارين. يعني أنت لو جبت طفل صغير فرجته على فيلم زي اللي كان نازل في العيد ده واتفرج عليه ما عجبوش، حرفيا أطفال صغيرة دخلت الفيلم ولا انبسطت ولا أي نيلة. يعني فين الكوميديا في كده؟ فين الحلاوة في كده؟ فين الشغف اللي انت تخلي حد يروح يتفرج على السينما؟ ليه الناس بتوقف افلام احنا بنبقى مستنيينها، افلام اعمال من بره مصر احنا الناس بتبقى مستنيها في السينما وما بتنزلش السينما، ما بتنزلش في مصر؟ يقول لك مثلا بلس 18 بلس مش عارف ايه، في ناس ما بتخشهاش والكلام ده. طب ايه اللي نتفرج عليه في مصر؟ ناس للاغراب نتفرج على ايه؟ يلا السجاد يعني لو هنقارن العظمة بتاعت وحيد حامد اللي كان بيعملها زمان في الأفلام واللي كان بيعمله عاطف الطيب واللي بيكتبه نجيب محفوظ واللي بيكتبهم غيره وغيره وغيره إحسان عبد القدوس، فيلم زي فيلم الحريف، صرصرة فوق النيل، كلنا لها عبال عدوكوا جميعا، اضحك الصورة تطلع حلوة، عمارة يعقوبيان، سواق الاتوبيس، كل دي افلام. غير بقى افلام يوسف شاهين وافلام مش عارف مين وافلام مش عارف مين. الفكرة في الافلام دي اللي مخلي الافلام دي حلوة وافلام دلوقتي ما تتقارنش بيها، او الناس الواحد اصلا لو حط ده وده في حاجة اللي هو ايه الخارة ده، ايه العظمة دي، فاهم؟ الفكرة زمان بقى ان اللي هو مثلا يعني انت بتبقى بتتفرج على الفيلم وداخل في مليون حالة ومستمتع ومتكيف ومش عارف ايه، ويدخلك في مود كده ويطلعك انك بعد ما كنت انت هتبقى تعيط مثلا دخلك في مود تاني وهكذا، مودك عمال يتغير مع الفيلم بالشكل ده، تمام؟ برضو زمان مثلا يعني عشان نعمل حتة المزيكا دي شوف البروسيس او العملية اللي كان بياخد فيها وقت قد ايه عشان يعمل فيها حتة مزيكا، يعمل فيها ديزاين، يكتب مثلا على الفيلم، بعدين يحمضه وبعدين مش عارف ايه ويتعرض في السينما على بروجيكتور ومش عارف ايه، والكاميرات والكاميرا لازم ان يكون حد ماسك ايزو وفتحة عدسة ومش عارف ايه وحوار، لو احنا رايحين نعمل فيلم، فاهم؟ حد متخيل لو زمان كان بالفكر بتاعهم ده معاهم مثلا كاميرا سوني زي اللي انا بصور بيها، او معاهم مايك زي اللي انا مسجل بيه الصوت دلوقتي، او معاهم ميدي كيبورد، او معاهم كمبيوتر وعليه ادوبي بريمير ودافنشي ريزولف يعملوا الوان بيهم للافلام، متخيلين كان زمان الوضع ده فين؟ ليه احنا بقى دلوقتي ما خدناش من بعدهم، من بعد اللي هم كانوا بيعملوه ده، ونكمل عليه، نبني عليه بالتطور بالتكنولوجي اللي عندنا دلوقتي، الكاميرات الموجوده يعني مصر دلوقتي فيها اري اليكسا وفيها ريد وفيها ايه تاني، فيها كل انواع الكاميرات وبقت بتتصور بقى كل حاجه. بس ليه؟ والفكره مش كمان انا بقول ليه، مش اللي هو انا عايزك تيجي دلوقتي تصور لي فيلم في اتش اس كله وفيلم قديم والجو ده، لا ليه الناس ما عندهاش نفس الدماغ، نفس الاحساس، ان هي يبقى عندها فضول كده من جوه ان هو يوصل لك فكره من الحاجه اللي بيقدمها، تبقاش مجرد حاجه وخلاص او اي حاجه خارجه عن السياق عشان يتشهر او الكلام ده، او الناس تعمل حاجه بايظه من الاخر. ليه الذوق العام بقى كده؟ صدقني يا فندم انا بعترف اني دجال نصاب، اعتراف كاذب، ستر اعمال دنيئه شريره وجهتها البنت انتقاما مني. ادني لا والله ابدا يا فندم ما حصلش. الحرامي ما بيعترفش على نفسه الا اذا كان بيغطي باعترافه على جريمه اكبر. والله يا فندم انا حرامي، صدقني انا حرامي. يعني يمكن الحد الوحيد اللي بشوفه في مصر هو بيعمل مثلا حاجات تكون كويسه او فيها فكره شويه، ممكن يكون مثلا مروان حامد، يعني ده مخرج بيعمل حاجة كويسة، عمرو سلامة مثلا، دول اتنين تحديدا في مصر كلها بيعملوا افلام 10/10 دلوقتي. يمكن كان شريف عرفة، عمرو عرفة عمل كام حاجة بس ساعة ما عمل ديزي بتاع محمد رمضان ده ما عمري ما اتفرج له على حاجة تاني، فمش عارف يعني هما تلاقيهم كده يتعدوا على الصوابع كده، كتاب مثلا ومخرجين يتعدوا على الصوابع
يعملوا حاجات بتفكرك بالتاريخ بتاع زمان ده، وساعات بيعملوا حاجات برضه وحشه، مش حاجات مش اللي هي التوب اللي هي تحسسك بالحاجات النظيفه اللي كانت بتتعمل زمان، لان اصلا هي السينما كلها والدراما والكلام ده هي كلها ايه على بعضها، غير ان هو احساس حاجه انت بتطلع لجواك وتوصله. يعني هو هل فعلا لو السينما طالما هي كده اللي احنا بنشوفه على الشاشات دلوقتي، لا هو ده الخرا اللي جوه الناس، هو ده الزفت اللي قدامهم، هي دي النتيجه النهائيه اللي طلعت من عندهم عشان يعرضوها للناس، والجو ده فين فين؟ مفيش حاجه. اتمنى المخرجين اللي طالعين جديد والكلام ده، الشباب اللي في معهد سينما في كليات اعلام مش عارف ايه، ما تكتب حاجه، اكتب حاجه بضمير طلع فيها اللي جواك. عايزين نشوف حاجات نظيفه، حاجات نظيفه طالعه من مصر، وبلاش نقلد بره مصر. حتى لو هتقلد من بره مصر او تاخد من بره، ما فيش حد بيقلدش، ما فيش حد بيفكرش، ما فيش حد بيتفرجش من بره على حاجه ويملى عينه، كله بيتفرج، كله بيغذي عينه من هنا ومن هنا ومن هنا، ويتعلم من ده وده وده، ويطلع من بعده حاجه جديده بتاعته هو بقى، ملكه هو. عايزين يبقى من ده كتير، الناس تطلع افضل ما عندها، وان شاء الله خير. يعني انا مش عارف السلسله دي اسميها ايه او الرياض دي اسميها ايه، بس يعني لو عجبتكم قولوا لي وممكن ازود منها بعد كده. بس كان معاكم علاء، اعمل لايك للفيديو واشترك لو مش عامل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.